السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى متابعين في الدنيا؟ أنا جاية لكم النهاردة بفيديو جديد وجولة جديدة مع الفراشة نجلاء عبد الخالق. أتمنى يا رب الفيديو يعجب. أنا هاخدكم النهاردة بجولة لمنتزه دنيا السعادة، وطبعا هيكون معايا الحاجة أم خالد. ما تنسوش لايك 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 للفراشة، واللي أول مرة يشوفني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، ونكمل مع بعض الجولة. وطبعا يا حبايبي معايا الحاجة أم خالد هتمسي عليكم كالعادة. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين ومتهنين يا رب، ويجي رمضان علينا بالخير واليمن والبركه، واديكم الصحه والعافيه يا قلبي. انت حبايبي حبايب قلبي، اسمي والله. الفراشة قالت نتمشى شويه كده قبل رمضان، متهوى يعني كل سنة وانتم طيبين. جايين في نادي جميل اهو، وقلنا نتهوى شوية نتمشى يعني نتفسح شوية، ونعمل لكم فيديو جميل كده. أم خالد حبيبتكم، ما تنسوش لايك واشتراك قناة الفراشة نجلاء عبد الخالق. ما تنسوش أم خالد يا حبايب، أم خالد بتحبكم والله، وبتدعي لكم نفر نفر حبايبي وإخوات إخواتنا إخواتنا نجلاء وولادي حبايبي. وكل سنة وأنتم طيبين ومتهنيين، ويجي رمضان علينا بالخير واليمن والبركة يا رب تاني. الحمد لله رب العالمين يا رب، وقدرنا يا رب. وطبعا يا حبايبي انتوا عارفين انا بحبكم قد ايه، انتوا اهلي واخواتي واصحابي، بحبكم جدا وبعزكم، ودايما بتمنى لكم كل خير وكل عام وانتم بخير وصحة وسعادة، وتنعاد عليكم الايام باليمن والخير والبركات، وان شاء الله يكون رمضان كريم علينا كلنا يا رب. ان شاء الله يا حبايبي انا هنزل لكم فيديوهات جميله في رمضان، وباذن الله يا رب تعجبكم. وانا عارفه ان انتم بتحبوني كمان وبتتمنوا لي كل خير، ونفضل مع بعض دايما يا رب. الحاجه طلبت مشروب اهو، اتفضلوا. هو تقريبا اللي هو المشروب المصري اللي هو سبيروس باتس ده، وانا كالعاده طلبت بيبسي. يعني انا ما بشربش سوفت درينكس على طول في المواسم كده، يعني لان طبعا مضره يعني، بس بشرب هو البيبسي لما احب اشرب سوفت درينك، بشرب بيبسي. اتفضلوا يا حبايبي، اتفضلوا. وطبعا المكان اللي انتوا شايفينه اهو مكان هادي وجميل، الجو جميل حوالينا. ام خالد بتمسي عليكوا كتير الحاجه ام خالد. شوفي يا حبايبي واعملي ايه كده، اصلا ما كانتش موجوده يا ابني. والاضاءه هاديه زي ما احنا شايفين، جميله. معلش طبعا في اصوات عربيات. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وخير وسعادة يا حبايب قلبي كلكم. وطبعا انا اي جولة لازم اصورها لكم واشارك معاكم اللحظات الجميلة في حياتي. وفي نهاية الفيديو اتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله.